السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، وحلقة جديدة من سلسلة من حقي أتعلم. من حقي أتعلم، والله لو عندك 100 سنة وأكثر وأردت أن تتعلم فسوف تتعلم. التعليم ليس له ملوش سن خالص ولا عمر، واللي يقول لك اللي بينقش على الصخر وبينقش على الحجر هذه كذبة وليست حقيقة، لسبب واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. ما قالش بقى اطلب العلم من الطفولة كده لغاية سن 10 سنين 15 سنة وبعد كده ما انتش هتنفع، لا. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. يبقى إذن العلم ملوش سن، والعلم إيه؟ قراءة وكتابة، أي حاجة علم. ماشي؟ نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت رب جعلت الحزن سهلا، ونستكمل باقي حلقات الحرف الزائد عن الكلمة. احنا قلنا الحرف الزائد عن الكلمة له كذا شرط. اولا الحرف الزائد، ايه هم الحروف الزائدة؟ تاني الواو والفاء والكاف، مفتوحين، لازم يبقوا مفتوحين، والباء المكسورة واللام المكسورة واللام المفتوحة. يعني ايه حرف زائد؟ يعني حرف يأتي في بداية الكلمة. يبقى الحرف الزائد يأتي في بداية الكلمة. الحرف الزائد يجوز حذفه، ما يأثرش على الكلمة خالص. يعني لما يقول لي ايه والولد، لو شلت الواو بقت الولد، الواو ما عملتش حاجة، ما أثرتش. والبنت، شلت الواو بقت البنت. الحرف الزائد، إذا نطق الحرف الزائد، يعني الواو دي لو جت مضمومة ما تبقاش زائدة. الفاء مثلا لو جت مكسوره ما تبقاش زائده. الكاف جت مثلا مضمومه او مكسوره ما تبقاش زائده. طب لو جم مفتوحين ممكن يبقوا زائدين، وممكن برضه يبقوا زائدين. لا، يعني ممكن الواو دي بتبقى زائد مفتوحه ومش زائده. ايوه طبعا، زي كلمه وجه، زي كلمه ولد، اهي و و ولد، لو شلت الواو بوظت الكلمه. عرفت؟ طيب الفاء، فاء لو جت مثلا ايه مفتوحه ممكن تبقى زائده، ممكن ما تبقاش زائد. الكاف كذلك، لكن اغلب الكلمات بتاتي هذه الحروف زائده. خلاص. طيب نتكلم، الحرف الزائد ياتي مع الاسم ومع الفعل ومع الحرف. ايه الحرف ده يا استاذ؟ حرف ياتي مع حرف. ايوه يا باشا، ايوه. زي ايه؟ حرف مثلا ايه الواو زائدة، ماشي. ممكن اقول ايه والى، ايه الاقلام اللي كل شويه تبوظ دي، والى والى والى. طيب الواو هي يا استاذ، ما عملتش بعد منها حرف فاء ولا يا راجل؟ طب ما هي الى حرف، حرف دي كلمه يا استاذ، بنقول عليها حرف جر. في والى وعن وعلى ومن والباء والكاف واللام، دي حروف اسمها حروف الجر، كلمه بس بنقول عليها حرف جر. يعني ايه حرف جر؟ يعني الكلمه دي لوحدها ما تنفعش خالص. الى، ايه الى دي بقى؟ ما ينفعش خالص. حرف الجر عامل زي الملح في الطعام، الطعام الجيد لابد ان يكون ايه به جزء من الملح، لازم يكون به جزء من الملح. ماشي؟ خلاص. اهو الملح ده هو الحروف. طب الملح ممكن ناكله لوحده؟ لا، ما ينفعش، لازم يتحط في الطعام عشان نعرف ناكله ويدي للطعام ايه جوده في المذاق. او حرف الجر كذلك، لوحده ملوش اي قيمه، لازم يدخل جوه الجمله عشان يربط للجملة ببعضيه وأصبح بقى له قيمة، أصبح بقى له إيه؟ قيمة. تمام؟ طيب وإلى، ركز معايا، أي حرف زائد يأتي بعد منه حرف الجر اللي هي فيه وإلى وعن وعلى مثلا ومن، ماشي؟ أو يأتي بعديه أداة استفهام زي إيه؟ ومتى وحتى، ماشي؟ حروف دي كلها حروف، تمام، ادوات استفهام وحروف. طب تمام، جميل خالص.
وإن وأن كل دي حروف إذا جه بعد قبلها الحرف الزائد ما بنزودش عليه حاجة خالص. يعني إيه ما نزودش؟ ما هو الحرف الزائد بيحذف الألف نطقا. لما يقول لي وحتى ما تقوليش أيوة بيحذف الألف نطقا. عرفتها يا أستاذ؟ أهي هقولك غلط يا باشا، غلط. ليه يا أستاذ؟ غلط. أيوة هي غلط. ليه غلط؟ لأن أنا ما قلتلكش إن الحرف الزائد بيحذف الألف نطقا إذا نطق بعد منه الحرف مفتوح. ده مفتوح. أمال إمتى؟ أمال إمتى أحط الألف ده؟ أحط الألف لو إذا نطق الحرف الزائد ده بعد منه حرف ساكن. زي إيه؟ واسمع. وس، شايف السين؟ وس اهي، وس وس مع. ركز معايا كويس جدا، واسمع. شيل الواو. ايوه يا استاذ، لما اشيل الواو اصل هنا طلع حرف الزائد بعد منه حرف ساكن، يبقى في هنا الف حذفت نطقا بس تتكتب. ها يبقى لما يقول لك اكتب لي كلمه واسمع ما تكتبش واو وسين، اقول واو الف وسين. وعلى فكره الالف دي مكسوره يعني تحتها همزه، ولكن همزه لا تكتب، عشان كده بنقول عليها الف وصل. الالف الوصل والف القطع هو عباره عن الف الوصل هو عباره عن الف بدون همزه، الف القطع هو عباره عن الف بهمزه. الف الوصل في همزه نطقا بس ما تتكتبش، ماشي، لان هي خفيفه. ما بقولش ايه واسمع بقت تقيله قوي، بقول ايه واسمع. وس لو شلت الحرف الزائد ما ينفعش اكتب اسيبها على السين. ليه بقى؟ لان السين ساكنه والحرف الزائد يجوز حذفه، يبقى انا لما احذف الحرف الزائد ما ينفعش الكلمه تبدا بساكن. صح؟ عرفت؟ يبقى لازم بعد الحرف الزائد لازم يكون في حرف متحرك. متحرك يعني ايه؟ فتحة كسرة ضمة، ده المتحرك. يكون مفتوح او مكسور او مضموم. طب ما ده مش مفتوح ولا مكسور ولا مضموم، ما هو يا اخي واسمع. واسمع هي اصلا ايه؟ واسمع. تمام. يبقى الحرف الزائد اذا نطق بعد منه حرف ساكن هستنى هنا بقى، انتظر انتظر يا باشا. هو نطق بعد منه لم؟ لا. حلو، ده نطق حاجات غير اللام، نطق السين. تمام. إذا نطق الحرف، شوف القاعدة العامة بقى، إذا نطق الحرف الزائد بعد إيه؟ حرف ساكن في النطق، يبقى فيه ألف. واكتب واشرب والعب واذهب. شوف بقى أنا بقول لك إيه؟ ونام ونا. شوف هنا بقى النون، النون مش ساكنة، يبقى مفيش ألف. ونام. بعد ما تخلص أكل نم ونم ونا، النون مفتوحة اهي، يبقى مفيش ألف. طب لو النون مكسورة برضه مفيش ألف، النون مضمومة برضه مفيش ألف. إمتى الألف؟ لو نطق الحرف الزائد بعد منه حرف ساكن. تمام. طيب عندي حالة مهمة جدا جدا، إذا نطق الحرف الزائد وبعد منه الحرف متكرر مرتين، متكرر مرتين، يبقى الكلمة عندي هنا بتشمل حاجتين اتنين، يا إما تشمل الكلمة تكون اسم يا إما تكون فعل. مش هعرفها يا أستاذ. يا راجل ما تقدرش تحدد ما بين الاسم والفعل؟ لا يا أستاذ مش واخد بالي. طب هقول لك الاسم بيتعرف إزاي؟ أولا الاسم يقبل الألف واللام. يا أستاذ ما هو ما قاليش حاجة ألف واللام يا عم، ده قال لي حرف زائد بعد منه حرف مرتين، أنا عارف هو ده فيه ألف ولام ولا ما فيهوش. تمام. الاسم اما يكون اسم انسان او اسم حيوان او اسم نبات او اسم جماد او اسم طائر او صفه، مش فاهم يا استاذ. الاسم اسم انسان، الولد ده اسم انسان، ولد مش اسم انسان، بنت مش اسم انسان، تلميذ مش اسم انسان، محمد مش اسم انسان،
زينب مش اسم انسان، فتيحة مش اسم انسان، فاطمة مش اسم انسان، فاطنة بالنون اسم في المغرب، الاسم ده في المغرب، فاطنة اسم انسان، نعيمة اسم انسان، فايزة اسم انسان، تمام، هدى اسم انسان، كتير اسماء الانسان اهو، سواء بقى فيها الف ولام او ما فيهاش. مش هدى دي اسم انسان؟ تمام. طيب اسم حيوان، اسم حيوان اسد، نمر، ثعلب، ثعلب، ماشي، بقرة، جاموسة، اي حيوان اسم. طيب اسم نبات، نبات برسيم، فول، زهرة، وردة، ما هي دي كلها نبات. اسم طائر، طائر، صقر، نسر، حمامة، يمامة، عصفور، هدهد، كل دي اسامي ايه؟ طائر. اسم جماد، جماد يعني لا ينطق ولا بيتحرك ولا بيتكلم، مفهوش روح، قلم، كاميرا، سبورة، بيت، شارع، جدار او حائط، قميص، ما تحركش اهو، كل ده اسمه جماد، جماد. طيب صفة، ماهر، ممتاز، جيد، ماشي، جميل، قبيح، ابيض، اخضر، احمر، اصفر، كل الالوان. صفة، ماشي، عرفنا الاسم. يبقى لما يقول لي وجميلة، وجميلة، الواو هنا، ها، يبقى جميلة دي اسم ولا مش اسم يا استاذ؟ لان هي صفة. تمام. بيقول لي بقى الحرف الزائد يأتي اذا اتكرر بعد منه حرف مرتين، زي كلمة ايه؟ والسماء والطارق. قال لي ايه؟ والسا، والسا، والسماء، والسماء. السماء دي فعل. يعني ايه فعل يا استاذ؟ يعني حاجة بتتعمل؟ ما الفعل ده يعني حاجة بتتعمل أو اتعملت أو هتتعمل. ها؟ والسماء. والسماء دي حاجة بتتعمل؟ لا. قال لي والس، يبقى اسم. اسم أهو، السماء. أهو، مش جماد؟ الأرض، مش جماد؟ الهواء. ده بيتحرك يا أستاذ بفعل الله سبحانه وتعالى. الهواء جماد. لا يتحرك إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. يبقى الهواء، الأرض، السماء، الجبال، كل دي أسماء جماد أهو، تمام؟ بيقول لي والسماء، والسماء، طب ما السماء دي اسم. قال لي إيه؟ والسا، نطق الحرف الزائد ونطق الحرف بعديه مرتين اتنين. أيوة يا أستاذ، خلاص، يبقى فيها ألف أهي، والسماء يبقى فيها ألف. برافو عليك. غلط. ليه يا استاذ غلط ليه؟ ما بتسألني على ايه؟ عشان انت غلطان يا استاذ. ها؟ والسماء. طب هشيل الواو. دي اسمها السماء؟ دي اسمها الس؟ لا يا استاذ. ليه لا؟ لان نطق للآ مفتوحه ونطق الحرف مرتين. ايوه يا استاذ، يبقى في هنا لام، اللام الشمسيه. عرفت بقى لما ينطق للحرف الزائد بعد منه الحرف متكرر مرتين؟ نطق للواو ونطق للسين متكرر مرتين. ما جابليش سيره الالف خالص، كده كده انا هحط الالف خلاص. بس ما جابليش سيره اللام. طب هعرف ازاي؟ السماء اسم ولا فعل؟ اسم يا استاذ، يبقى فيها لام واللام شمسيه. طيب ركز، بقول لي ايه؟ والسماء، ركز. طب بقول لي ايه؟ والطارق، والطارق، الطارق، الطارق اسم. اسم ليه يا استاذ؟ الطارق يعني الرجل الذي، مثلا من الطارق؟ يعني من الذي يدق؟ يبقى اذا في حد بيدق. الطارق هو الذي يدق على الباب مثلا، يبقى الطارق ده اسم. زي كلمة الطالب، زي كلمة الطبيب، ما الطبيب ده اسم، اسم انسان، والطارق اسم انسان، ماشي. ها خلاص. الطا، نطق برضو الالف والطاء مرتين اتنين، يبقى في الف ولا، والطار،
طب هنتكلم بقى في الحرف الزائد مع الفعل. هعرف ازاي، بقول ايه؟ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. والتاء، واتخذوا، والتاء. طيب واتخذوا دي بقى هسيبها زي ما هي بالواو بتاعتها. واتخذوا، شيل الواو، يعني اتخذوا. اتخذوا دي اسم انسان؟ ما فيش انسان اسمه اتخذوا. في حيوان اسمه اتخذوا؟ لا. في نبات؟ لا. في جماد؟ لا. امال في ايه؟ ولا نبات ولا انسان ولا حيوان ولا جماد ولا طائر ولا اي حاجه. يبقى هي فعل. اتخذوا يعني خذ، خذ المكان ده اهو. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، يعني خذ الاتجاه ده اهو. هو ده الاتجاه ده بتاع القبله، قبله المسلمين. ها، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. واتخذوا يبقى فعل. الفعل يعني ايه؟ يعني حاجه انت عملتها او هتعملها، ماشي؟ دي اسمها فعل. عملتها او هتعملها او بتعملها، تمام؟ واتخذوا، واتخذوا دي هنا بقى اصبحت مش اسم بس فيها حرف زائد. تعرف الحرف الزائد مع الفعل ما يجيبليش لام خالص، ما يجيبليش لام خالص، يجيب لي الف بس، اللي هي الالف اللي احنا بقى بنقول ايه؟ بتنتهي بايه؟ بتحذف نطقا. يبقى واتخذوا الف، واتبعوا، واتبع سبيل من ايه؟ واتبع، خلاص؟ واتخذ، خلاص؟ واو بعدها حرف مكرر مرتين اهو. واتا، واتا، واتبع او واتبعوا مش مشكله. واتخذ، واتخذ، تمام؟ خلاص؟ حرف زائد بعدين متكرر مرتين، اشوف الكلمه اسم ولا فعل. لو فعل يبقى ازود بعد حرف الزائد الف بس. طب لو اسم ازود الف ولام، واصبحت الكلمه لام شمسيه، زي كلمه والسماء والطار، زي كلمه ايه؟ والسمك. طب ما لما يقول لي يا استاذ ايه؟ والعب، والعب. طب ما العب دي فعل. طب ما انا هزود الف يا حبيب قلبي، ما انا هزود الف بس. طب ما هي فيها لام. لا، ده اللام من اصل الكلمه. والعب زي كلمه واكتب، ما هي الكاف من اول، من اصل الكلمه اهو. المهم ان هي جايه ساكنه، يبقى الحرف الزائد اذا نطق بعد منه حرف ساكن يبقى في الف بس، الف بس. الحرف الزائد اذا نطق بعد منه حرف مكرر مرتين والكلمه فعل يبقى الف برضه. الحرف الزائد اذا نطق بعد منه حرف مكرر مرتين والكلمه اسم يبقى في الف ولا، الف وايه؟ ولا. وهنا الكلمه بقت اصبحت لام شمسيه. لام ايه؟ لام شمسيه. اما لو لام قمريه هو ينطق لك اللام اصلا، ماشي؟ بيقول ايه؟ والولد. لما يقول لي بقى وال واو زائده واللام عليها سكون يبقى في هنا الف، ما اكتبش واو ولام. انا عايزك تركز، بكتب املاء غلط يا استاذ والله. انا بعرف اقرا كويس يعني، بس في حروف بتقع مني. لا، انت يا حبيب قلبي ناقصك قواعد، مش ناقصك حروف بتقع منك، انت ناقصك قواعد. ايه القواعد؟ عندي كذا قاعده للقراءه الصحيحه وللاملاء الصحيح، ولو قرات صح صدقني هتكتب صح. طب لما نيجي نقرا، نقرا ازاي؟ نقرا بكل تفاصيل الكلمه، كل تفاصيل ايه؟ الكلمه. هنقول كلمات اهو، بقول لي ايه؟ واستمع، 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 ادي الواو. وس، ده نطق السين يا استاذ ساكنه، يبقى في هنا الف. وس، ادي السين بتاعتي. وس، تامع، تامع، شوف تا، ما قاليش تامع، قال لي تامع، مع، ميم وايه؟ ميم يا استاذ، يا راجل ميم بس ليه؟ مع عين اهي. واستمع، واست، ادي التاء. مع، ادي الميم، وادي العين. وركز في العين كويس يا حبيب قلبي.
لما اجي اكتب العين، العين والغين والحاء والخاء والجيم، الجيم والحاء والخاء والعين والغين، لازم الحرف اللي قبلها يترفع لفوق كده عشان احط جلسه الجيم، الجيم او الحاء او الخاء او العين او الغين عليها اهي. شايف اعملها لك بالازرق عشان تبان اهي، لازم اعملها كده الحته دي كده اهي بالازرق اهي عشان تبان. تمام، ما ينفعش تحط لي العين، راس العين على الصاد. واستمع وانهض، ون يبقى وو ايه، برافو عليك، وهو الف ونون. طب تمام، واتخذ والتاء، اوعى تكتب لي الواو والتاء والتاء، ما تقوليش التاء نطقت مره واحده، لا، لو نطقت مره واحده كانت اسمها ايه، واتاء واتاء، انما قوليش، ما قاليش واتاء، قال لي وات اهي، واتاء واتاء، نطق هنا التاء مرتين. تمام، طالما نطق التاء مرتين هشوف الكلمه، بقول لي ايه، والتعب، الله اهي، والتعب والتعب والتعب، التعب ده فعل، هو في حاجه بعملها اسمها التعب؟ لا يا استاذ. طب التعب دي يعني ايه؟ التعب يعني المجهود او المرض مثلا. طيب قال له يعني يا استاذ ده اسم صفه، الراجل ده ايه، متعب تعبان، هذا العمل متعب. والتعب، طب شيل الواو كده، اسمها ايه، التعب، التاء، نطق الالف مفتوحه اهي ونطق التاء مرتين، خد بالك، نطق الالف مفتوحه اهي، التعب، مش هو بيقول لي والتعب، مش الواو بتحذف الالف نطقا، احذف الواو، اركن الواو وحط الالف واقرا الكلمه، التعب، نطق الالف مفتوحه ونطق بعدها الحرف مرتين، يبقى الكلمة اسم على طول، يبقى الكلمة هنا فيها ألف وإيه؟ برافو عليك، ألف ولام. تاني الحتة دي بيقول لي إيه؟ والتعب، احذف الواو. بس ما تنساش تحذف الواو وتحط الألف بقى. ها؟ الألف اسمه إيه؟ التعب، التعب، مش التعب، ينفع أقول التعب؟ التعب إيه؟ لا، التعب، نطق الالف مفتوح، لو نطق الالف حبيبي مفتوح ونطق الحرف مرتين تاكد ان الكلمه اسم وليست فعل. طب اذا نطق الالف بقى مكسور كسره خفيفه يعني، ونجيبها دلوقتي، والحرف اتكرر مرتين، ها، يبقى الكلمه ايه؟ برافو عليك، فعل. والتعب اهي، وقالت الف اهو، هحذف الواو بقى خالص، يبقى الكلمة اسمها ايه؟ طالما الألف مفتوح يبقى في هنا لام. التاء، التاء، اوعى تنسى الشدة. التاء، التعب، عب، عين وايه؟ برافو عليك، عين وباء. طب الباء عليه بقى ايه؟ التاء عاء، الباء عليها ايه؟ ده نطقنا العين مع الباء يا أستاذ، والباء عليها سكون. لما نطلع حرفين مع بعض يبقى الحرف الثاني ساكن. شوف بقى، والتعب، نفس الكلمه اهي هتبقى فعل، مش نفسها نفسها، هنغير فيها حاجه بسيطه خالص، بقول لي ايه؟ واتبع، واتبع، شيل الواو، اسمها ايه؟ اتبع، ما قاليش، ما ينفعش اقول ايه؟ اتبع، 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 اتبع دي اسم انسان؟ اسم حيوان؟ لا، اتبع يعني خد الطريق ده، اتبع اباك، اتبع العلم، اتبع العلماء، اتبع كتاب الله، كتاب ربنا، خليك متبعه، اتبع، يبقى اتبع هنا ايه؟ ايوه يا استاذ، ده اتبع هنا فعل، يبقى ما فيهاش لا اهي، واتبع الواو بس، لا ممكن اخليها فاء اهي، فاتبع اهي، ادي الفاء، فتاء، نطق لي التاء مرتين اهي، فتاء، فتابع، ادي الباء وادي العين،
بناء اهي هعمل ايه هنا؟ على طول الاول هحط الف. ايه الاول؟ وابدا ابص لو شلت الفاء اسمها ايه؟ التابع. التابع. ايوه يا استاذ التابع ده فعل مش اسم، يبقى الالف بس. طيب ناخد الاملاء واشهد فلعب واقرأ واذهب والشهب والشهب واتقوا واتقوا واتبع وأسلم وأسلم. نكتفي بهذا القدر. أي استفسار أي تواصل 010-211-699-41 أو من خارج البلاد 00-210-211-699-41 وإلى لقاء آخر. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبكم في الله. على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.